سلام، انا رجاء، رجعت لكم بفيديو جديد. صلوا على النبي ويلا نبدأ. اسفة سحبت عليكم يمكن اسبوع او اكثر لاني كنت مريضة ومزكمة، والحمد لله الحين صرت احسن. تعرفوا انه الحين جاء الشتاء والجو كل شوية يتغير وامطار، يعني موسم الزكام هذا الحين. فالحمد لله الحين صرت احسن ورجعت لكم بفيديو جديد، والفيديو هو راح يكون اني صرت خدامة مزع في مام البيوت. أخذت الفكرة من رانيا، قلت خلينا نسويها. ف هذول ايش كذا أشكالهم؟ أمضيع شنو هذا؟ أنا أقول لهم تبوا خدامة؟ مين يبي خدام؟ ما أبي ورد، أبي خد، أبي أشتغل، أبي شغل. دز هذا شنو يبي؟ انا خدامة. خليني اروح ادور بيت المدام. لا ما نبغى. واو هذا بيت جديد ولا شنو؟ واو هذا المكان جديد توي اشوفه. واو مرة حلو. اقول لها تبين خدامة؟ تكون أم؟ لا أني خدامة. إيش هذي الأسامي الكثيرة؟ كيف أقرأ وأخلي مين وأقرأ مين؟ رند إيش؟ رند بيبي كيوت، مرة الأخت الصغيرة باللعبة عمل لي شهر ونص صار لي باللعبة. إيش دخل؟ ما أبغي أكون أم، أنا أبغي أكون خدامة. أنا خادمة، انا خادم ومربي. الله كيوت هالكياتة. هذا بيت مين؟ مكتوب سلبيل، ما ادري ايش اسمها ذي. وين صاحبة البيت؟ عبروني. انقلعوا مع القلعة. يلا سديد، وينها؟ ما ادري وين هذي. كمان راح عند خولة أقول لها تبين خدامة؟ بليز صغريني عندك، بليز أنا أبي شغل. ياس عندي شغل، لقيت شغل. الله تحملني فوق ظهرها، المفروض أنا اللي أحملها، بس يلا ما علي عشان أنا مزة فالكل إيش يحترمني. خليني أكنس، وين المكنسة؟ عشان إيش ما تقتلني وتطردني. لازم أبدأ التنظيف والتعقيم الأرض. الله شوف هذه البنت مرة حلو، لما هروح أخطفها معايا. نكنس الأرضية هذه، لازم نعقمها. يلا تعالوا غرفتكم. يلا يا أطفال يا حلوين، اسمعوا كلام الماما. اللي ما يسمع كلام الماما راح أضربه بالجزمة. وع قالت، من قالت له؟ من جد وع. هذا أحمد نشبة. انا عجبتني هذه ليونة، شوفوها كيف كيوتة. ليونة الأمورة، تعالي يا ليونة انا اساعدك انك تروحي غرفتك. تعالي اساعدك تروحي وين غرفتك. تعالي شطورة هنا، هذا الدور الأول. يا ويلي من امها، وين امها؟ اوكي هنا ايش هذا؟ اتوقع غرفتي انا، لانه زي ما تعرفون انا الخدامة، فلازم يحطوني ارتاح وما احتاج لشيء. هذا هو الحمام الله يكرمكم، وهذا غرفة الملابس، مع اني ما راح اغير ملابسي، بس يلا دلعتني صاحبة البيت. اوكي وهذول الاطفال الحلوين، شوفوا كيف الحين اخوفهم، ما حد يدري. رن تنام عندي. تبغوا أكل؟ يما
هذا شكله يخوف، خليني اخوفها. ما شافتني، خليني اهرب من المنزل. ما شاء الله حلوين، احس هذي راح تفتن لامها. ليه يا رب شافتني. قاعد تقول لأمها تسلم يا حبيبتي. فين قاعد تخليني اروح اهرب اتخبى عشان ما ايش يذبحني؟ اسوي نفسي اني انا مسكينة، انا الخدامة تبي تقتلني كذابة. لا هذه العيون القيود ليش اقتلها؟ شلون؟ لا لا يا رب ما تعرف. شو قالت له الخدامة؟ يا رب امها ما تصدقها لما انت روحي تطلع تبي تقتلني. لا كذابة ظلمتني، انا ما سويت شيء. وين خالة؟ شوفي قاعد تقول روحي عندها وبشوف. قول لها نونو تبغي حليب؟ اسوي نفسي كيوت ومدري ايش عشان ما ايش. نسيت اني طيوبة من عيوني. ما راح تكتشف امك، بعدين امك قدرتك انت مو انا. شوف قاعد تقول لها، ترى انا قريت المحادثة، يعني ما ادري انتم تستهبلوا او تستعبطوا بالضبط ما اعرف. خذي تفضلي البابروني. بالعافية. خذي خذي حياتي، لا تبكين. خذي البابروني، خذي الرضاعة انت كمان. ما ابي. اوكي عادي، اصلا عادي. امي ما راح تصدقني، خدام شكلها عرفت سوت نفسها ما تبي. مش قاعد تقول البنت هذه؟ هذا ايش بحق علي؟ انا اقول لك كيوت ما ادري ايش، انها كنت تعمليني يعني. شوفي الام تقول لها لا تخافي. شوفي البنت قالت الحين امي ما راح تصدقني، الخدامه شكلها عرفت وسوت نفسها ما تبي. بعدين الام قالت لا تخافي، ما راح تسويكي شيء، انا راح ما اسوي لك. يا كيوت انت، خذي الببروني. خدي انتي شطورة تسمعي الكلام، خدي شاطرة حبيبتي. ايش تقول لها؟ بنام عندك اليوم ماما. خليني اسوي لكم عرض تمثيلي. نوم. خليني اقول لها غرفتي تحت.
بس كلهم حينام وانا خليني انام عشان ايش نكون على المظبوط. وين غرفتي؟ مع انه انا حسبت ان غرفتي فوق، بس يلا مو مشكلة، اصلا عادي يعني حطوني في الكراج وانا الخدامة الحلوة، حرام عليكم، بس يلا مو مشكلة. حتى ما عطتني التحكم هذه الظالمة، خليني راح اقول لها بتحكم خير يعني، كيف انام؟ ليش اطلع بالدرج في اسانسير البيت؟ ايش كبرها؟ وين هالأم ذي؟ اعطيني تحكم. شكرا. خليني انزل تحت، ما بنزل اكل واجي. هذه قالت تبي تاكل، خليني اروح اساعدها. ايش تبي؟ انا الخدامة، وش فايدتي اذا ما اطفي الانوار؟ هذا وش؟ ما ادري. خليني انام الحين وبصحى بكرة. وايش نصحى الصباح نستانس. الحين خليني انام نومة هنيئة، نومة حلوة. شو قاعد تقول؟ لا ماما احبك وانا بعد. دقيقة، الاطفال الصغار وين نايمين؟ خليني اروح اشيك عليهم، حرام الام ما تهتم الا ببنتها الثانية. ام تفرق بين عيالها يعني، انا ما احب كذا. خليني اشوف، خلت عيالها هنا ولا من جد هذي؟ لا ما خلتهم هنا. اوكي حلو. هاي حرامية، انا شايفتك، اطلع برا البيت. انا ايه اخوف الاطفال، بس ما اخليك تدخل بيت المدام. يلا خليني انام. بس انا اقول لهم انا تحت، اذا تبغوا شيء نادوني. هلا، اكيد مسوين خطة علي، حسوني ان انا اذبحها. ابي ننة. طيب ننة بعز الليل، وين امك تعطيك ننة؟ تعالي يلا ننة، قلك هذا اللي ناقص. خليني اسوي لها ننة. يما امها جات، خذي النن انتي كمان. هاي انتي يما، شفتك بالكاميرا، وش سويت؟ في وحدة كانت تبي تدخل، يما حرام عليكي، انا ما سويت شيء. يا حرام، راح تراقبني وتحين تحس انه وهي ظلمتني، من جد ظلمتني، انا ما سويت شيء. شو هذا اللي الحين تقول كذا؟ ما سويت شيء، انا راح اقول لها اني انا ما سويت شيء.
لها مدام انا ما سويت شو قاعد تقول امي دي خدامة غريبة لها اساسا تبي تقتلنا. انا ما سويت شي حرام عليكم. سووا نفسكم عاديين. قالت لي اوكي. هذول يمكن يمثلوا. انا قاعد اقرا المحادثات دول يستهبلوا ولا ايش السالفه يعني ما افهم. هي قاعد تقول وجهها يخوف. حرام عليكم، انا ايش سويت لكم؟ انا انسانه مسكينه. الصبح جاء، يلا بسم الله خلينا نقوم الصبح، خليني نطم ربي اقول لعمتي، خليني اروح اسوي لهم الفطور واذهب لهم الغداء واقول لهم اني اني انسانه طيبه وما اساوي شيء. نفتح الانوار وايش ايش. لا ما تطردوني. وين النور كمان؟ صباح الخير. بسوي فطور. لا ما ابي. طيب جماعة خليني اقتلهم واهرب. ما ادري والله ايش اسوي، هسه راح تقتلني. خليني نراقبهم، قاعدين يتكلموا بالالغاز بس ما علينا. خليني اشوف ايش تكلمها كذا. أراقب. أها قالت لهم راح فوق أراقب. قاعد أعرف لكم. يلا يلا حبي الحليب. خدام أبك تجي خذي. أوكي راح أعبي لك حليب. ها عبيت لك الحليب، يلا خذي. أبي أكلمك شوية. طيب يلا شو أسوي؟ هاي كيف كذا تطيحين هنا؟ هذه سوسة سوسة تبي تطيحني بالفخ. لا طلعت السكين أول. كيف يعني؟ ذي قصدي الأم زاد يعني تم مرة ولا مثلا. لا تسوي نفسك ما تعرفي. إيش سويت أنا؟ كنت أكنس. كذابة. أنا مو كذابة، حرام تظلموني. ليش أكذب؟ يا عمري لين الضافة عني، ما أبي أسوي مشكلة بس أكلمها.
أمشي من هنا. باي، خليني أسوي نفسي مسكينة. اللي ما يحترمني ما بقعد بداره. ما أبيكم، ما أبيكم. ما أبي أشتغل خلاص، ما راح أبين لهم إني أنا كذابة. خليهم يندموا إنهم خسروا شغالة حلوة وصادقة وتنظف وتسوي لهم فطور وتعبي لهم الحليب زي ما راح يلقوا. شنو قالوا؟ نونو تقول انتي طلعتي سكين، هي كذابة. وشو نونو راحت؟ قولي والله خليني اطلع من الماب بكثرة. سعيد اعرف انا لعبة سعيد مستعيل. المهم يا جماعة انا اسفة، ما قدرت يعني احلف ولا قدرت ابين نفسي اني كذابة. فاذا هم شافوا الفيديو يشوفوا ترى انا قاعد العب وامزح، ويا نونو انت يعني رحتي فجأة، فانت يعني ما في داعي نكبر الموضوع. خلاص طلعت سكين يعني عادي، يعني خليها يعني. مهم يا جماعة لو أعجبكم الفيديو لا تنسون تضغطوا زر اللايك وزر الاشتراك وفعل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وتابعوني على الانستغرام. وبس أحبكم، باي.